أصبحت الشقيقة لبنان بكارثة إنسانية لا مثيل لها جراء تعرض ميناء بيروت للانفجار الضخم. الانفجار الذي خلف أضرارا جسيمة على البنية التحتية لنصف مدينة بيروت وخلف مئات القتلى والآلاف من الجرحى ومئات الآلاف من المشردين. سارعت كل دول العالم لمساندة لبنان، وكان الاستثناء كما العادة مغربي. فحتى كتابة هذا التقرير أرسل المغرب أزيد من 18 رحلة جوية لطائرات محملة بمساعدات غذائية وطبية، في حين مثلاً أرسلت الدول الأخرى عدداً أقل. مثلاً أرسلت كل من قطر والجزائر 4 طائرات، السعودية، تونس، الأردن، الإمارات 3 طائرات، البحرين ومصر طائرة واحدة، فرنسا 5 طائرات، روسيا 4. وأعطى العاهل المغربي توجيهاته أيضاً لإرسال وإقامة مستشفى عسكري ميداني ببيروت بهدف تقديم العلاجات الطبية العاجلة للسكان المصابين في انفجار مرفأ بيروت. ويتكون المستشفى الميداني المغربي من 100 شخص، ضمنهم 14 طبيباً من تخصصات مختلفة: الإنعاش، الجراحة، العظام والمفاصل، الأنف والأذن والحنجرة، العيون، علاج الحروق، جراحة الأعصاب، وطب الأطفال وصيادلة، وممرضين متخصصين وعناصر للدعم. وسيشتمل على جناح للعمليات ووحدات للاستشفاء والفحص بالأشعة والتعقيم ومختبرا وصيدلية. وتشمل المساعدة الطبية والإنسانية كميات من الأدوية للإسعافات الأولية ومواد غذائية، مصبرات وبقوليات وحليب مجفف وزيت وسكر إلى آخره، وخيام وأغطية لإيواء ضحايا الفاجعة. وتتضمن أيضاً أدوات طبية للوقاية من فيروس كوفيد-19، لا سيما كمامات واقية وأقنعة وأغطية الرأس وسترات طبية، بالإضافة إلى مطهرات كحولية. وواكب هذه المساعدات انتشار رسائل شكر من الشعب اللبناني ومن كل نجوم ومشاهير البلد الذين استعملوا شكرا جلالة الملك محمد السادس، وخرجوا بفيديوهات امتنان وشكر لإخوانهم في المغرب. وكما العادة أثار هذا الاهتمام اللبناني تجاه المغرب حفيظة الآلاف من الذباب العسكري الذي قام بمهاجمة المشاهير والتهكم عليهم. وقد أثارت صور وصول المساعدات الجزائرية سخرية الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استهزأوا بإرسال الجزائر المساعدات عبارة عن مشروبات غازية ومايونيز وحاويات القمامة الملونة. هنا ظهر جليا أن الجزائر حاولت أن ترسل أي شيء فقط لكي يذكر اسمها ضمن رائحة الدول المساعدة، لكن سرعان ما انكشف المستور.